كملينا صباحنا معكم مشاهدينا، ورح ننتقل لفقرة كمان طبية ومهمة جدا، ورح نخصها بمرضى الكلى والمسالك البولية يلي بيعانوا كتير خلال شهر رمضان، إن كان بالنمط الغذائي والدوائي أو حتى شرب السوائل. كتير من المعلومات والنصائح رح يخبرنا عنها اليوم الدكتور محمد عزام، استشاري بأمراض الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، رمضان كريم. صباح الخير دكتور، كل عام وأنت بألف خير. كنا عم نحكي بالفقرة الأولى عن تأثير الصيام على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هلا حابين نتعرف من حضرتك على تأثير الصيام على مرضى الكلى والمسالك البولية. للصيام دور كتير مهم وكتير رائع بأنه بيحسن وظيفة الكليتين وبيحسن أداء معظم أجهزة الجسم، باعتباره بيعطينا فرصة لنجدد الخلايا لنعيد حيوية هاي الأجهزة، مثل فترة نقاهة فينا نسميها للكليتين ولبعض أجهزة الجسم. لكن نحن أحيانا نتيجة سلوكيات معينة نفقد خصائص الصيام نتيجة أخطاء ممكن هلأ نتحدث عنها خلال مرحلة الإفطار. مرحلة الصيام تعطي الكليتين فرصة لتجدد الخلايا، لتنقي الجسم من السموم والشوائب، لحتى يصير الجسم أكثر صحي وأكثر مستوى فعالية أعلى من مرحلة الإفطار. لكن نحن المشكلة اللي بنواجهها عند بعض المرضى إنه بمرحلة الإفطار بتتم بآلية فيها بعض الأخطاء، هي بتخلي في عبء زايد على الكليتين، على عمل الكليتين وعلى بعض أجهزة الجسم يلي بتأثر بالمجمل على وظيفة الكليتين وعلى أداء الجهاز البولي. من رح نحكي نحن عن شقين، شق غذائي بيتعلق بمرحلة الإفطار لمرحلة السحور، وشق له علاقة بالسلوك اليومي. يعني في نحن أكثر ناس اللي بيعانوا من أمراض خلال مرحلة الصيام هن اللي بيعانوا من أمراض مزمنة في الجهاز البولي. طبعا اللي بيعانوا من فشل كلوي او عندهم زرع كلى، هدول لهم حالات خاصه يتابعوا من قبل طبيبهم، يعني كل حاله لها حاله بعينها، يعني بيتم متابعتها من قبل الطبيب. لكن نتحدث عن الحالات الشائعه والاسئله اللي بتردنا كثير ضمن رمضان، اللي بيعانوا من تكرار تشكل الحصيات، من انتانات بولية متكررة، بنلاحظ انه بتزيد بهي المرحلة هي الامراض. ليش بتزيد؟ لانه نحن بمرحلة الصيام بصير الجسم متعرض لمرحلة جفاف، فبالتالي تركيز البول بيزيد، فبيزيد عنده الانتانات البولية او تشكيل الحصيات. نحن بهيك حالة لازم نعرف كيف نتعامل مع هذا الشهر الكريم، بأنه نحن بمرحلة النهار إذا كان في مجهود ضمن تحت أشعة الشمس نحاول نبعد عنه، نحاول ما ناخد وقت الإفطار السوائل الصناعية أو اللي بتحتوي نسبة سكر عالية أو الأغذية اللي بتحتوي نسبة عالية من الصوديوم أو اللحم الأحمر. هي الأغذية بتزيد العبء على الكليتين. ونركز على المي النقية دائما من مرحلة الإفطار لمرحلة السحور، تقريبا ما يقل كمية السوائل اللي بناخذها عن لترين لثلاثة لتر. بهيك حالة نحن بنعوض نقص السوائل، بنمنع زيادة تركيز البول، وبالتالي بنمنع تشكيل الحصيات أو الإنتانات البولية عند بعض المرضى. بالإضافة أنه يفترض المريض خلال مرحلة الإفطار يركز على المشروبات الطبيعية مثل الليمون، البرتقال، التمر الهندي، المشروبات الشائعة. طبعاً يبتعد عن المشروبات الصناعية أو اللي بتحتوي نسبة سكر عالية، لأنه نحن خلصنا الجسم من نسبة السكر العالية، خلصنا الجسم من نسبة الدهون الكوليسترول العالية. لكن لما بيجي مرحلة الإفطار نتيجة تزويت الجسم بكميات كبيرة بهي المواد، فنحن أفقدنا الفائدة اللي حصلنا عليها من الصيام. تمام.
خلينا دكتور ننتقل للأشخاص اللي عندهم أدوية مزمنة وعندهم مرض كلوي مزمن وعم ياخذوا دواء بانتظامه، لكن بنفس الوقت كمان بدهم يصوموا، كيف نحن هون بدنا نقدر نوازي بين أخذ الدواء والصيام وشو تأثير أخذ الدواء بهي الفترة؟ هلا هي كل حالة بعينها تتابع، لكن نحن نتحدث عن الحالات اللي ما وصل لمرحلة الفشل الكلوي أو الحالات المزمنة، التهاب الكلى المزمنة أو فشل الأزياد الكلوية المزمنة البسيطة. الحالات الشديدة يفضل يتابع عند الطبيب، وهو الطبيب بيحدد إن كان هذا المريض يفترض يصوم أو لا يفترض يفطر. طبعا نحن بنأكد انه على المريض يفترض دائما يتبع بتعليمات الطبيب، يعني لما بيقول له يفطر فهو معذور بهذا الجانب، ويفترض يفطر ما يشعر بعبء بانه لا لازم يصوم، لانه هذا الموضوع بيضر صحه الكليتين عنده. الادويه اللي بياخذها يفترض حتى وان كان برمضان ياخذها ضمن توقيتها من مرحله الفطور للسحور، ما يتم يعني تهميش احد انواع الادويه اللي بيتم عاده بياخذها، لان الدواء كثير مهم خلال فتره الصيام انه يتاخذ بتوقيته. هدول المرضى مثل ما تحدثنا حتى نحن نحافظ على نشاط الكليتين بشكل اكبر، اهم عامل هو انه يحافظ على اخذ السوائل وخلال فترات متقطعه. يعني في ناس وخاصه لما بيجي رمضان، شهر رمضان ضمن فصل الشتاء، بيهمل موضوع شرب السوائل او شرب الماء، فهذا الموضوع كثير سيء وبيضر صحته. اثنين، في ناس بتعوض عن السوائل مثلا بيشرب المشروبات الغنيه بالكافيين مثل القهوه او النسكافيه أو المشروبات الغازية. هي المادة بتخلص الجسم من السوائل الموجودة فيها، فبتعرضه لجفاف خلال مرحلة الإفطار. اثنين، ممكن في مرضى كتير بيفترض هي النوع من المرضى يبتعدوا بشكل نهائي عن الأغذية اللي غنية بالصوديوم، الأغذية اللي عالية الصوديوم، اللي بتحتوي نسبة ملوحة عالية، لانه الصوديوم يعتبر من انواع المدرات، فبالتالي كمان بيخلص الجسم من السوائل الزائده، وبالتالي بمرحله السحور مرحله الصيام بيعرضوا للجفاف. تمام دكتور. اليوم كل الاشخاص اللي عندهم امراض بالكلى هنن بيقدروا يصوموا، او كيف اليوم بتقدروا تقيموا حاله المريض؟ هل في فحوصات او تحاليل بتطلبوها؟ نحن دائما بنقيم وظيفه الكليتين، بنقيم درجه الاذيه، هل هي تؤثر عليها مرحله الجفاف او لا، وبالاضافه لتوصيات نحن بنعطيها للمريض. هلا نحن عم نتحدث هون عن توصيات عامه بتخص معظم المرضى، حتى غير المرضى يفترض يلتزموا بهي التوصيات حتى يستفيدوا من الصيام بشكل امثل. يعني يطلعوا من شهر رمضان وهن مستفيدين، جسمهم شاعرين بتحسن. في ناس لا، بالعكس بيتم انه خلال مرحله الصيام بيزيد وزنهم، بيزودوا جسمهم بأغذية أكثر من مرحلة الإفطار، الأشهر اللي فيها إفطار، فبالتالي هون بيفقد خصائص الصيام بأنه ينعكس على صحة جسمه، لأنه بيحمله عبء أكبر. هو الفكرة من الصيام هو نعطي جسمنا راحة، فترة نقاهة لحتى يتنشط عمل الأجهزة الجسم، سواء القلبية، الكلوية، التناسلية، حتى يوصل لمرحلة بعد الصيام يشعر بفرق وبنشاط أكبر. الصيام بالعكس بحسن أداء الكليتين، لكن مثل ما قلنا نحن السلوكيات الخطأ هي اللي بتخلينا نحمل الكليتين عبء أكبر، فبالتالي أحياناً المريض بيتعرض لأذيات. نحن من بالمتابعة من خلال التحاليل طبعاً، وخاصة المرضى اللي عندهم أذيات شديدة، منتابعهم لما منقول لهم أنه أنتم فيكم تصوموا، بحيث انه اذا صار في اي نكس بعمل اجهزه الجسم نحن بنوقفهم عن الصيام ونقول لهم لا
انتم لهون صار في ضرر عليكم. تمام. طيب بالنسبة للنمط الغذائي وشرب السوائل قد ايه مهم اليوم لكل الصائمين، ولكن خلينا نخص مرضى الكلى اليوم، قد ايه مهم انهم يحافظوا على النظام الغذائي تبعهم وشرب السوائل؟ كيف ممكن هون يخلقوا التوازن خلال فترة الصيام بانهم يعوضوا الغذاء والسوائل من جهة، وانهم يقدروا يصوموا كمان لفترة طويلة من جهة ثانية؟ هلأ نحن النصائح اللي عم نحكي عليها هي نصائح صحية، فنحن عم نتحدث أنه مرضى الكلى يفترض يتبعوها، الأولى طبعاً مريض الكلى يتبعها، لكن نحن لما عم نتحدث عن نصائح صحية فهو يفترض جميع الناس الصائمين يتبعوا هاي النصائح. تمام. لكن بسبب أذية معينة على الكلى وعبء معين على الكلى فهنن الأولى، لكن نحن بنتحدث بشكل عام، وهذا النصائح. بدنا نحكي شوي بشكل خاص لمرضى الكلى، شو ممكن بشكل خاص يعمل. اولا بالنسبه للاغذيه خلال مرحله الافطار، يفترض مرحله الافطار تكون بوجبات صغيره وقليله، يركزوا فيها على الفواكه والخضار لانه بتحتوي الياف. شو الفكره والفائده من الالياف؟ انه بصير امتصاص السوائل، امتصاص الاغذيه بطيء، فما بنعرض الجسم لعبء كبير ومباشر بانه نرفع مستويات السكر والبروتين والشوارد والاملاح، تمام؟ فبالتالي بنحمل الكليتين عبء اكبر. فلما بناخذ وجبه صغيره خلال مرحله الافطار وبعدها وجبه اساسيه بعد الوجبه الصغيره بعده ساعات، بعدين مرحله السحور بنركز عليها وما بنهملها ابدا لانه هي كثير مهمه، لانه حتضل مزوده جسمنا بهي المواد خلال مرحله الصيام. فهي نصيحة كتير مهمة. اثنين، موضوع المي اللي يفترض المياه العذبة نركز عليها من لترين لثلاثة لتر، لأنه هي الكفيلة بأنه تخرج السموم والشوارد الزائدة من الجسم وتمنع الترسبات اللي ممكن تزيد نسبة حدوث الحصيات ضمن الكليتين. ثلاثة، في منلاحظ نحن بالأسواق في أنواع مشروبات كتيرة، نبتعد عن المشروبات الصناعية اللي بتحتوي نسبة عالية من السكر، وناخدها بكميات معتدلة. نحاول نركز على المشروبات اللي بتساويها ست البيت، يعني من الفواكه الطازجة، هي كتير مهمة. أولا نسبة السكر فيها معتدلة، ونوع السكريات الموجودة فيها بتفيد الجسم، ما لها أضرار مثل السكر الصناعي، وما فيها مواد حافظة ومواد ملونات ومواد صناعية. ثلاثة، يفترض نركز يعني إذا في إمكانية إنه يتم التناول الطعام بخبز مصنع من القمح الكامل، كمان هذا كتير بيفيد لأنه بيحتوي ألياف، كمان بيسهل عملية الهضم. نبتعد عن الأطعمة اللي بنسميها مقليات، يعني بالقلي، هي اللي تحتوي نسبة عالية من الزيوت، كمان بتحمل الكليتين عبء كبير، فيفترض نحن نخفف منها. بهيك حالة بنوصل لمرحلة نحن بالصيام مفيدة كتير، وبنشعر حتى بهذا الانعكاس على صحة جسمنا. طيب دكتور، في حال مريض الكلى صام بدون استشارة طبية، شو هي المضاعفات اللي ممكن تصير عند المريض؟ المضاعفات كتير مهمة، بس هو أحياناً يعني بيهملها، هون المشكلة الكبيرة، بس أما ما يشعر فيها هي يعني من النادر جداً، بعض الحالات كتير نادرة. لا، مثل مثلاً بيشعر أحياناً بينكس عنده وبصير عنده أذيات ضمن المثانة والكليتين، مثل التهابات الجهاز البولي نتيجة زيادة تركيز البول، نتيجة التجفاف اللي بمر فيه، بصير في عنده التهابات بولية، طبعاً بيشعر بحرقة، بيشعر بألم بالبطن، تكرار تبول، أحياناً بيصير في عنده ترفع حروري ووهن عام، أحياناً بصير في عنده أذيات من الحصيات، تشكيل الحصيات، طبعاً هي ما بتخفي حالة نتيجة الألم بالخاصرتين اللي بيمر فيهم المريض، هو ألم شديد بمعظم الحالات، فكمان ما بيخفي حاله. بهيك حالات يفضل ما يأخذ مسكنات ويستمر يعني مثل ما بيقول أنه يصبر على وجعه، لا، يفترض يراجع الطبيب حتى نحن نتدارك الأذية اللي عم يعاني منها أو المرض اللي بيعاني منه ونعالجه، تمام، حتى ضمن شهر رمضان.
في ناحية إنه حتى في ناس خلال شهر رمضان ما بيروح عند الطبيب، نوع من الإهمال أو همالة، يعني بيكون صايم فهو بيقول لبعد رمضان. لا، هو الأولى خلال شهر رمضان يتم مراجعة الطبيب، حتى مثل ما حكينا ما يدخل بموضوع أذيات مزمنة أو أذيات من الجهاز البولي أو المضاعفات. أكيد بالختام بنتمنى السلامة للجميع وخصوصا مرضى الكلى، وأكيد كمان استشيروا الطبيب قبل ما تبدأوا بالصيام، والسلامة للجميع. وشكرا لك دكتور على النصائح اللي قدمتنا إياها. شكرا لكم. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور محمد عزام استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك يا.